يا داود أحرنوت، دعوا العرب يتهاوشون. مرحبا. ضعت صحيفة يدعوت أحرنوت القطرية على لسان أحد أحمد. كلم نزار، كلم نزار. صحيفة سعودية. سعودية؟ سعودية؟ طب يا حبيبي، اجتمع المنحوس على خيب الرجاء. يدعوت أحرنوت تركية يا حبيبي، تركية. يا شباب خلينا نكمل، خلينا نفركش من عيد ال... يدي عوت أحرنوت التركية دعت على لسان أحد محلليها القيادة الإسرائيلية إلى ترك العرب يقتل بعضهم بعضا، لأنه حسب الصحيفة إذا تدخلت إسرائيل فإن العرب من الممكن أن يلتفوا معا ضد عدوهم التاريخي، وطبعا العدو التاريخي لكل الدول العربية والعالمية. واضح واضح، النظام السوري واضح، يعني ما بدأ 13 يحكوا فيها. طبعا العدو الأول حسب الصحيفة القطرية تركيا. السعودية؟ تركيا. تركيا. ولك تركيا، التركية. العدو الأول حسب الصحيفة هو الكيان الصهيوني. وعلى سيرة العرب الذين يقتل بعضهم بعض، لا تزال جحافل المسلحين تتقاطر زمرا وجماعات إلى سوريا. مجنة من لثم ورد الخجل، والسقل سقسق سقلي، والرقص قطبائلي، وشاوشا وشاهش على ورقص فرجلي، وغرد القمر يصيح مللا في مللي. فهمت شي؟ لا والله. أو لا أنا لسه جحافل وتتقاطر. بس كمل، ما اتحملوا هذا الزلمة، أول مرة بفوت معنا. على سيرة العرب الذين يقتلوا بعضهم بعضا، لا تزال جروبات المسلحين تأتي بالجملة وبالمفرة وبالمفصل إلى سوريا من كل الأراني والبلاد، والراعي الرسمي طبعا واحد، ما بدنا نذكر اسمه لأنه كل ما قلنا شغل بيقولوا ها عم تحطوا الشغلة هاي بظهر. الراعي الرسمي إسراء أو دي اللي مش هنقول اسمها، ولطلب مشاهد حصرية إضافية زي الصاروخ يرجى الاتصال على الرقم 0034-00118 بتسعة جنيه فقط زائد مصاريف التهريب، عفوا مصاريف الشحن. خليك لا تحرك شيء لانك حرك. طيب انت كيف حامل كارثه. نبلش.